خلاص يا رويدة خلاص، يكفي اللي تحملته منك من ولادك. طيب اسمعني شبهك، ليش اوام بتعصب وما بيعود الواحد يعرف كيف بده يحكي معك؟ انا ماني معصب ولا شيء، بس انت اللي ما بدك تفهمي علي. هذا الولد خلاص خرب، ما عاد في منه فايده. واذا بدك تضلي عم تهربي له مصاري من ورا ظهري بتكوني عم تاذيه، بتكوني عم تشجعيه على حاله الغلط اللي هو فيها. طيب بالاول اسمع وجهه نظري وبعدين احكم. وجهه نظرك؟ لسه بدك ياني اسمع وجهه نظرك؟ وجهه نظرك بعرفها، هذا الولد انت اللي خربتيه. لا انت بالطريقه هي ما بدك يانا نتفاهم ابدا. انا قراري بهذا الموضوع واضح وصريح. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. آه يا جمال، يعني لإمتى رح تضل معذبني؟ أنا وأبوك ما عدنا عرفنا الهنا، وكله من تحت رأسك. الله يهديك يا ابني، الله يهديك. تعال. نعم استاذ. المخزن كتير قايم وقاعد، رتب لي اياه بسرعه. حاضر استاذ. تفضل عم ابو جمال. شبك عم ابو جمال؟ بينتك مزعوج. لا لا ما في شيء، روح جيب لي تقرير الحسابات. ايه ماشي عمي. كيف ما بدي انزعج؟ المشكلة انه لو ام جمال تقتنع بوجهة نظري كنت خليته رجل اعمال ناجح. المصيبة كل ما بحكي معها بتقلي قلب الام. شو انا مالي قلب؟ جمال مو ابني كمان؟ انا بزعل اذا طلع رجال ناجح شوف حالي فيه افتخر فيه. تفضل عمي. هات لشوف. خير عمي؟ في شيء؟ أجل لي إياها هلا. أنا لازم أروح على المصنع. بتحب وصلك عمي؟ لا 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 ما في داعي. بسيطة بسيطة. خير استاذ سعيد؟ شو بقول استاذ ابو جمال؟ ما بعرف، تعب فجأة. تفضلي مدام. يسلموا ايدك. صباح الخير ماما. صباح الخير. شو بكي؟ شايفتك مزعوجة؟ لا مالي مزعوجة. شلون مو مزعوجة؟ مبين على وشك. نفس القصة مو هيك؟ ليش في غيرها؟ اي والله بابا معه حق. طبعا ابوكي معه حق، وانتي كمان يا ست ايمان معك حق، واخوكي جمال معه حق، واخوكي سامي كمان معه حق، كلكم بهالبيت معكم حق، بس انا وحدي يلي غلطانة. يا ماما يا حبيبتي انا قصدي اني اقول لك قصدك وبعرفه. يلا يلا روحي احسن ما تتاخري. يلا لانكم انتم دائما مستعجلين بهالبيت وبتخافوا تتاخروا. يلا
ماما الله يخليك اسمعيني شوي، انا مو ضده لجمال، بس كمان وضعه ما بيرضي حدا. قلت لك روحي، يلا اطلعي من خلقتي. طيب مثل ما بدي. سلام. سلام. يا ابو جمال سلامتك. شوفي ما بعرف شو صار لي حسن. اطلب لك ساعه؟ لا 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 لا، ما في داعي للاسعاف، بس خبر الشوفير خليه يجهز لي السياره. طيب عمي خلينا ناخذك على المستشفى احسن. لا لا يا ابني، روح على البيت مرتاح احسن، ما في داعي للمستشفى، بس بسرعه بسرعه. سلام على السياره. تفضل. ابو جمال صدري. شبك ابو جمال؟ تعبان صدري عم جاني كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالده طلبي لي الدكتور بسرعه. بسرعه بسرعه. الو دكتور عوني، مساء الخير. الله يخليك ابو جمال، اجى تعبان فجاه. ممكن تجي تشوفه؟ شكرا شكرا كثير، مع السلامه. وينه جمال؟ مثل عادته بيطلع من البيت بدون ما يقول رايح لوين. شبك جمال؟ ليش ما عم ترد؟ اسمعي سهير، أنا ما عاد فيني أتحمل، لسه كل ما بنقعد مع بعض ما بتسميني غير الكلام اللي بسم البدن، لكن أنت بدك تسميني شي كلمة حلوة. ما شبعت كلام حلو؟ صار لك 3 سنين بتسمع كلام حلو، مبسوط أبدا إنه الكلام الحلو لحاله بيبني بيت. وشو بدك يعني أعمل؟ اللي بيسمعك بيفكر اني عم بطلب منك شيء مستحيل. انا يا جمال صار موقفي قدام ابي واخواتي مخجل. شلون مخجل يعني؟ كتب كتاب وكتبنا، شو بدك اكثر من هيك؟ ومصاري قد ما بدك عم بعطيكي. انا ما بدي مصاري، انا بدي يكون لي بيت. والله شو فايدة كتب الكتاب؟ يعني زواج موقف التنفيذ. سهير قلت لك انه انا هلا وضعي ما بيسمح لي خبر ابي باني كتبت كتابي. بس انت وعدتني انك تخبره واني اجي زوره. شو بدها تحكي العالم علي لما تعرف اني كاتبه كتابي عليك من دون علم اهلك؟ مو المهم اهلي يعرفوا، المهم اهلك. شو صار بالعصير؟ خير دكتور؟ طمني. لا ان شاء الله بسيطة يا مدام، أظن انه شوية ارهاق. كان زعلان اليوم شي؟ والله ما بعرف، بس هو بهالايام الاخرانية عصبي ومتوتر ومنرفز على طول. على كل حال الا هو حيرتاح شوي، انا ما بفضل اوصف له اي دواء، لان الحقيقة في شوية فحوصات وتحاليل لازم نعملها. خير؟ خوفتني دكتور، في شي؟ لا ان شاء الله بسيطة، بس لازم نطمن. تفضلي خليه يرتاح شوي ويا ريت ما يتعرض لاي ازعاج. حاضر، تفضل. يعني شو في عنده بالضبط يا دكتور؟ هلا بالتشخيص الاولي واضح انه بيعاني من ارهاق وتوتر، لكن لازم نطمن على وضع القلب. القلب؟ شو هالحكي؟
ما قلت انه في شيء بالقلب، قلت لازم نطمن على وضع القلب، وهذا شيء طبيعي بالنسبه لعمر السيد ابو جمال والمتاعب الصحيه اللي عنده. يلا بستاذن مدام. شكرا كثير يا دكتور. العفو هذا واجبنا، بس بحب اكد عليك انه ضروري تيجي لعندي على العياده بكره الصبح. طبعا طبعا. بالاذن. مع العافيه ان شاء الله. مع السلامه. ليش لحتى استغرب؟ شغل كتير ونرفزه كتير واولاد ما بيفشوا القلب. تعبت يا ابو جمال، تعبت وحقك تتعب. الله يسامحكم يا اولاد. ويكون انتم هيا، لا ما في حدا منكم حوالي، كل واحد سارقته الدنيا شكل، بس بالأساس سارقته منا. إيه يا أبو جمال تعبت، وكنت دايما بدك حدا منهم جنبك. الله يسامحه. اهلا وسهلا يا بنتي. مو هون بيت الانسه فاديه محمود؟ امبلا تفضلي. مرحبا عمو. يا اهلا وسهلا. هلين عمو. انا اسمي ايمان مأمون وجاي لحتى اشوف الانسه فاديه واخواتها، وطبعا وحضرتكم اذا بتريدوا. يا اهلا وسهلا. تفضلي يا بنتي تفضلي. يا اهلا وسهلا. عدم المؤاخذه، منين بتعرفي يا فاديه؟ الحقيقه انا ما بعرفها، بس حابه اتعرف عليها. بس فاديه يا بنتي، بعرف بعرف انها ضريره، لهالسبب انا جاي اشوفها، لاني عم بعمل دراسه عن المكفوفين وبدي اقدمها للجامعه. شو ما بدك تضيفي الانسه؟ ايه على عيني. الحقيقه يا بنتي فاديه مو هون، بس اذا بدك اي معلومات اقدم لك اياها وساعد انا جاهز. شكرا عمو، بس معلوماتي لازم اخذها كلها من فاديه مباشره، لانها معلومات خاصه كثير، يعني بجوز حضرتك ما تقدر تجاوبني عليها. إيه انت يا بنتي شو عرفك بفاديه؟ اداره معهد المكفوفين هن اللي اعطوني عنوانكم، ارجو ما يكون في ازعاج. بالعكس يا بنتي، بس يعني الواحد لازم يعرف. بتعرفي اللي مثل فاديه حساسين شوي، والواحد لازم يعرف شلون يتعامل معهم. انت سهلت مهمتي كثير، لانه فعلا هذا هدفنا، توصية الاهل كيف يتعاملوا مع هالحالة هي. المهم جمال، ان شاء الله ملت وناجل على الفاضي، نحن لازم نشوف لنا حل، لانه انا بصراحة ما عاد في اتحمل اكثر من هيك. شو؟ شايفك صايرة عم تعرفي تحكي؟ شبنا سهير، انت نسياني حالك مع مين عم تحكي؟ جمال يا سهير، وانت اكثر واحدة بتعرفني جمال، فالله يطال عليكي. وقت بدك تحكي معي احكي معي منيح، ولازم الواحد يعرف حجمه الطبيعي. بفهم من كلامك انك عم تعيرني. اسمع يا جمال، مو انا اللي نسيت حالي، انت اللي نسيت حالك قديش ركضت وعي، نسيت كمان اني ما قبلت فيك بسهولة، لانه بصراحة كنت خايفة يكون مصيري. وعلى كل حال نحن ما لازم ننسى اننا قاعدين بمكان عام، وهيك موضوع ما لازم ينفتح هون. وهذا الخاتم اللي اخترناه مع بعضنا ما رح نرجع لنقعد تحت سقف واحد مع بعض.
يعني بفهم من كلامك عمو اني بقدر كرر زيارتي لكم. طبعا يا بنتي، بيت بيتك بتشرفي باي وقت. شكرا كثير. اذا ما فيها اسئله، في مجال اخذ رقم تليفونكم لحتى اذا اجيت اقدر اتصل فيكم؟ ايه مو على عيني. دايمي صحة وهنا يا بنتي. اهلا وسهلا. تفضلي يا بنتي، هاي رقم تليفون. شكرا كثير. اسمحوا لي بكير لسه. معلش بستأذن منكم. يا اهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شرفتي. لك ليش ما خليتها تشوف فادية طالما فادية جوا؟ بعدين بعدين. طيب ما بدنا نفهم شو بدها، شو القصة؟ لك هي عم تعمل دراسة، بدها تقابل فادية وتحكي معها وتقابل اخواتها وتحكي معهم. ما فهمت شيء، شو يعني؟ لك عم قل لك دراسة. هي إيمان عم تعمل دراسة للجامعة عن المكفوفين، وهيك شغلة يعني بسموها التكيف الاجتماعي. ايوه يعني مثل هي اللي كانت تجي لعند فادية زمان؟ لا يا ستي، مو مثلها. هاي غير شكل. هديك أخصائية تأهيل كانت عم تورجينا شلون التعامل مع فادية، وهي عم تورجينا شلون لازم نتصرف. زهقتيني مفايز. طيب انت ليش معصب يعني؟ انا عم بسألك يعني ما افهم. يعني هلأ فهمتي؟ وانا شو بيعرفني؟ خليني روح شوف بناتي احسن لي. احسن. لحظة، ابنك فايز تأخر، وينه لهلأ؟ هذا وقته، هلأ بيجي. ايه تفضلي. شو وينهم كلهم؟ ليش هيك البيت هادي؟ مرحبا ماما. شو ليش قاعدة هيك؟ ماما شو بكي؟ احكيلي شو في؟ أبوك يا إيمان. بابا؟ شو بو بابا؟ قبل شوي كان الدكتور هون. ماما احكيلي شو القصة؟ شو صاير بالضبط؟ وينه بابا هلا؟ بغرفته. خليه يرتاح. خليكي قاعدة. احكيلي شو قال الدكتور؟ العصر إجا تعبان. قلت له شبك؟ قال فجأة حس هو بالمصنع أنه تعبان، سندته تسنيد لوصلته لغرفته وطلبت له الدكتور وإجا شافه. وشو قال الدكتور؟ قال في عنده إرهاق وكمان. كمان شو ماما؟ قال ضروري نجري له فحوصات بكرة لأنه مشتبه بإصابة قلبية. بابا إصابة قلبية؟ شو هالحكي ماما؟ الصبح شفته ما كان في شيء. عم قلك أبوكي تعبان يا إيمان، تعبان، وأنتو السبب. نحنا مين؟ أنت وإخواتك. نحنا ليش نحنا شو دخلنا؟ أبوكي مو شايف حدا من أولاده حواليه، حاسس كأنه ما في عنده أولاد. ماما شو هالحكي؟ الله يخليكي. ليكو هي أبوكي مرضان وقاعد بغرفته، دخلك أنت وين؟ قولي جمال وين؟ سامي وين؟ بس أنا كنت بزيارة مشان البحث تبعي. أنت بالبحث تبعك وجمال عم يبحث عن شي سهرة، وسامي عند خالك أسعد، وأنا هون وأبوكي بغرفته مرضان. حلوة حياتنا ما هي؟ حلوة كتير. خرج تطلع بالتلفزيون ما؟ أنا رايح أشوفه. تركي هلأ، قال الدكتور ما حدا يزعجه. ماما الله خليني أشوفه.
حبيبي يا بابا، حبيبي. تقبريني يا إيمان، لا تزعلي مني، أنا بعرف إنك حنونة وطيبة. يا ماما، أنت وبابا عندي إياكم بالدنيا كلها. والله بعرف، بعرف. بس أنت وإخواتك سارقتكم الدنيا، وأبوكي طول عمره بيحلم إنكم تكونوا حوالي. بس إخواتك عم يبعدوا كتير، ما عم يفشوا قلبه، وأنت كمان يا ماما بعدتي كتير. أنا بوعدك يا ماما إنه خلص، لا توعديني، بس قولي الله يعافي. الله يعافي. كان مفروض تتصلي بخالي أسعد، أكيد سامي بيكون عنده. يلا هلا بتصل. أنت ارتاحي، أنا بحكي معه. طيب حبيبتي. ألو، أهلين إيمان، كيف خالو؟ ايه الحمد لله. كيف البابا والماما؟ كويسين؟ سامي؟ سامي هون. ايه سامي؟ يا سامي تليفون لك خالو. يلا جاي جاي خالو. شو مين خالو؟ إيمان خالو، إيمان. عود خالو عود. ألو؟ أهلين إيمانو؟ وين بدي روح لكان؟ جاي جاي. لا لا ما تجي أنت، هلأ بخلي خالو يوصلني. إيه ماشي، مع السلامة. إيه خالو؟ نرجع لحديثنا. ايه خالو كمل، اللي كيف كتب اخر قصيدة؟ كان عم يحكي على التليفون، ويبدو انه اللي كان عم يحكي معه سأله كيف الطقس، فقال له السماء صافية. قال له استنى شوي استنى، وراح جاب ورقة وقلم وكتب السماء صافية وجه السماء ازرق. ومعقول لما اكتشف انه يكون وجه السماء ازرق لما بتكون صافيه؟ شغله محيله بنوب. بس قلي مين قالك انت؟ رفيقي احمد. احمد لك كيفه؟ شو اخباره؟ صار زمان ما شفته. احمد شاب منيح ومن المتابعين، واللي عم يحاول يعمل شخصيه شعريه. خالو سامي، بدي لك على شغله بس خايف تزعل مني. لا خالو، أنا بيسرني أسمعك شو ما كان الموضوع. شوف خالو سامي حبيبي، أنت لا عم تكتب ولا عم تنتج شي جديد. آخر قصيدة سمعتني إياها من 6 أشهر. بقى خالو شو القصة؟ في شي؟ إيه خالو في شي، حقيقة في شي. طب احكي لي خالو، احكي لي. بحكي خالو بحكي، بس مو هلا. البابا له علاقة بالموضوع؟ البابا؟ شو ماما حكت لك شيء؟ لا يعني مو تماما، بس عندي تصور عن موقفه. انا بحبه كتير لبابا، بس هو ما عم يحترم خيالي وعم يضغط علي كتير. الحقيقة كمان انا عم كون عصبي بالرد عليه. شوف خالو، هالشي هاد ما بيسوى، حاول انك تحاوره ويكون حوارك معه بهدوء، ويكون هذا الحوار قائم على تفهم وجهة نظره، وحاول انك تقنعه بوجهة نظرك. ابو فايز خير يا ابن الحلال، بشو صافي؟
والله عم فايز عم فكر بأحوالنا. زمان لما كنت اشتغل شغلة إضافية بشركة الحسابات قدرت سويها للبيت وقدرت حوج لك قرش، بس هلا بعد ما صفت الشركة وأنا ما اشتغلت شغلة إضافية تانية غيرها، شايف لك أحوالنا كل ما لها بترجع لورا. وكلها لله يا ابن الحلال. الدنيا هيك مرة معك مرة عليك، نحن هيك بألف خير ونعمة من رب العالمين، قول الحمد لله. الحمد لله يا ستي على كل شيء. شوف القهوة حبيبي. شوف مدير، لو ما كنت بتهمني ما بحكي معك بهيك موضوع، وانت لازم تعرف انه انا كرمالك بتحمل غلاظة بنت اختك. لك شو يعني بنت اختي؟ ما هي هلا بحكم انها مرتك، يعني حضرتك اقرب منها الي. شو بفهم من كلامك؟ شو فهمت حضرتك؟ ما فهمت شيء، لو فهمت ما سألتك. اسمع جمال، بترجاك انك تبعدني عن مشاكلكم. من يوم ما كتبت كتابك على بنت اختي يوم بتتصالحوا وعشرة بتتخانقوا، وما بتوقع الا براسي وبطلع بسواد الوش. شو شباب طولين في حوارتهم في زنطي هاد؟ زهير مشان الله ما تخففتي دمك انت كمان، لانه مو كل المسائل بتتاخذ مسخره. تعال كيفك، لما بدك تمزح بتمزح، لما بدك تقلبها جد بتقلبها. قوم العب معنا قوم. ما بدي، اليوم حظي مو حلو. لك انت الك حظ من اصله. منير تضرب انت ويا اللي بيلعب معك، تضرب منك له. اسمع جمال، حسابك تقيل وانت واعدني من اسبوع انك تسده، وانا ما عاد فيه اتحمل. حاسبني هلا، ما عاد تصبر علي شوي، كلها شغله اسبوع زمان. شو؟ راح تربح باليانصين؟ عم اقول لك شغله اسبوع زمان وبتاخذوا مصاريكم. ماشي، بعد اسبوع. هلا قول لي، بدك تسهر معنا الليله؟ وين راح تسهر اليوم؟ محل جديد على كيف كيفك. معلش، ما حروح معكم. تعبان؟ تعبان؟ ايه روح حبيبي، روح على البيت، بلا ما تقلق الماما عليك. يلا معك. تعبان هلا. بيستاهل، وما تفكري فيه أكثر من هيك، لأنه الأشكال اللي مثل هاي بتستاهل أكثر. مظبوط، بس مو دايما البني آدم بيقدر يرفض اللي ما بده إياه. ولد بابا كسر لي ظهري، كسر لي ظهري يا نجوى، ومخليني أتحمل جماله وغلاظته. الله يرحمك يا أمي، ما كانت أبداً مرتاحة لجمال، وكانت دائماً تقول اللي بيطلع لفوق بتنكسر رقبته. نعم بابا، مرمي جيب لنا بسرعة نجوى. يلا بابا، تاكل شيء؟ ما بيصير يا بابا، ما بيصير ما تاكل، من الصبح ما أكلت شيء، مشان تشرب الدواء. ان شاء الله هنا. تحب تفوت تنام جوا؟ على راحتك. شو؟ خير، شو اللي فيك؟ انا ما كنت بدي انام قبل ما تيجي، بس انعست ونمت. ليش ما بدك تنامي؟ بدي اشوفك جبتي لي حاجاتي الانسه. لا حبيبتي ما جبتهم، بس خلص ان شاء الله بكره بجيب لك اياهم. بدك اياني اقول للانسه؟ بخاف تطردني من الصف. لا حبيبتي ما راح تطردك من الصف، خلص عم قلك بكره بجيب لك اياهم. حاجات غسان جبتيها؟ كمان غسان موسيقي؟ ايه، قال لي اذا نمت ذكري سهير. امرك انت وغسان. يلا حبيبتي فوتي نامي وبكره بجيب لكم اغراضكم. يلا. معلش يا اختي، تحملي. شو بدي اتحمل؟ اتحمل يا نجوى،
انت بتعرفي انه قلبي بيتقطع كل ما واحد فيكم بيطلب طلب وانا ما بقدر اجيب له اياه. بالعكس يا ريس، لازم الواحد يكون عنده طموح. عمره الفقير ما بضل فقير اذا جد واجتهد وكانت نيته صافيه. يعني اكيد ربنا رح يرزقه. تفضل. شكرا. انت بتحكي هيك لانه الله يزيدك. ابوك عنده مصاري ومالك محتاج. عشان هيك ما بتحس بقيمة المصاري وقت ما يكون الواحد محتاجها. لا يا فايز، هيك بزعل منك. لو هالحكي سمعته من غيرك بيقبله، كون ما بيعرفني. بس انت لا، لانه احنا رفقات من زمان، من ايام ما كنا في البكالوريا، وان شاء الله رح نتخرج سوا ونحقق كل اللي بنحلم فيه. ما بدي احلم كثير حسان، مشان ما انصدم. بالعكس يا فايز، الله سبحانه وتعالى بيوفق طول ما الإنسان نيته صافية. أكيد ربنا رح يساعد. على كل حال شو ضايل علينا دراسة؟ قبل ما يسرق الوقت. لا، لازم أرجع البيت هلا، علشان أبي وأمي ما يقلقوا علي. ماشي الحال، بس لا تتأخر بكرة مثل ما اتفقنا. إن شاء الله. وهي الشاي صار جاهز. تفضل يا احلى ابو يسرى. يسلموا والديات يا احلى بنتي. تفضلي ماما. يسلموا ايديك. مساء الخير. السلام عليك يا يوسف. شو عرفك اني خرمان شاي؟ لا لا لا، هذا الفنجان لفادية وهذا الثاني لإلي. الله يرضى عليك. اعطيه اياه روح يعمل لك فنجان ثاني. شوف فايز، كرمال البابا والماما رح اتبرع لك الفنجان. تفضل. شكرا. عفوا. ايه بابا، وين هلا تأخرت؟ كنت مع حسن بابا، عم نشتغل مشروع التخرج. وشلون ماشي اموركم ان شاء الله؟ قربنا نخلص ان شاء الله. كل هالشغلات كم يوم والامور بتكون تمام. فايز، احكي له عن هي اللي اجت مشان فاديه. لك شو بدي احكي له؟ لسه ما وصل لياخذ نفس، شو بدي احكي له؟ شو القصه بابا؟ مينو هاي؟ قال جاي تعمل دراسه عن اختك فاديه. دراسه؟ دراسة شو؟ تفضلي اشرحي له لشوف. وانا شو بيعرفني؟ لك طالما ما بتعرفي لشو بتحشي حالك؟ هلا لا تخانقوا، احكي لي انت بابا. شوف يا سيدي، اجت لعنا اليوم؟ ما بعرف، ما شفتها، بس قالت لي ماما انه حترجع. طيب وشو قالت لماما؟ يعني ماما ما قالت لك شو قالت لها؟ فادية، انتو درستوا الشعر الجاهلي؟ طبعا، الشعر الجاهلي كتير حلو. اي بس ما عم افهم شي منه، كل بيت شعر بقرا لازم ارجع اشرح المفردات. لانك انت ما بدك تفهمي، شو بدك اياه؟ هاي لغه عربيه فصيحه. هلا هيك كانوا يحكوا من قديم. لكن كيف بدك اياهم يحكوا بالانجليزي يعني؟ امي امي درسي وحاجه تعطلين. فادية، هلا البكالوريا صعب الشيء؟ ما في شيء صعب اذا الواحد بيحط عقله براسه. انا رايحه اشرب عصير، جيب لك معي. يسرى مو معقوله انت بس بدك فرصه حتى تضيع الوقت؟ هلا بدك ولا ما بدك؟ يلا جيبيلي. شكرا لتواضعكم سيدتي. يلا يا بنات تفضلوا، العشاء جاهز، قومي انت وياها. شفتي أنا اللي بضيع الوقت ولا هن؟ تفضلي سيدتي، في العشاء وانتظارك. يلا قومي أنت وأنا هلأ بلحقك. لا،
لن أخرج للعشاء إلا قدمي على قدمك. لغة سليمة. طيب يلا قومي. يعني نام طول الليل؟ إيه الحمد لله ما فاق أبداً، بقيت كل الليل سهرانة جنبه. أنا رايحة أفيق جمال مشان يروح معنا لعند الدكتور. لك تركي أمي ولا تحاولي معه، تركي. إيه لا، لازم يروح معنا. عود أمي ارتاح عود. جمال يا جمال قوم، بابا تعبان ولازم ناخده على الدكتور. جمال قوم فيق بقى، يعني لازم تكون مع بابا بهيك موقف. يا جمال قوم فيق بقى، يعني منين بابا ما بده يمرض وهو عنده ابن مثلك. خليك نايم احسن لك. بابا نحن جاهزين. طيب حبيبتي ثواني، بابا جاي. يا سامي يا حبيبي، والله أنا بعرف مشاعرك تجاه البابا، بس أنت مالك عم تقرب منه؟ يا ماما القصة مو قصة قرب ولا بعد، بعدين برأيي هلأ مو وقت الفوتة بهيك مواضيع. ها. كلكم بتقولوا مو وقته، أمتى رح يجي وقته بقى؟ ماما لا تقولي كلكم، لا تجمليني مع حدا. سيد جمال ما فاق معي، بروح أنا وياكي مع بابا. أنا بروح معكم. سامي حبيبي بلا ما تلبك حالك. رح روح يعني رح روح. خلص ماما خلص، تركي على راحته. يلا سامي هي بابا إجا. يلا بابا تفضل. شو؟ خليني سوق عنك. لا لا انا بسوق مالي تعبان. ان شاء الله تقبرني، عود هنيك وخليني انا سوق. خلص عم اقول لك مالي تعبان. يو انا بدي رايحه. خلص ماما بقى خلي بابا يسوق. لك امي بدي رايحه. يا جماعه شو رايكم نحل لكم المشكله وسوق انا؟ لا لا وصلنا. يلا بابا يلا اطلعوا. يلا اطلعوا. تعالوا صباح الخير فايز. صباح الخير فادية، كيفك اليوم؟ الحمد لله منيحة. شو بدي اقول لك فايز؟ خير خير فادية احكي. ليش بابا ما خلاني اقعد مع هاي الباحثة اللي اجت لعنا امبارح؟ اي باحثة؟ لا تخشم حالك، بابا بيحكي لك كل شيء. البحث اللي اسمها ايمان. لا ما في شيء، بس بابا حاب يعرف شو بده بالاول ويشاوره بالموضوع قبل ما تقعدي معها. بس هي كانت جايه لحتى تشوفني انا. ما اختلفنا، بس بابا ما حب انها تشوفك او تقعد معك قبل ما يشاورك، اكيد خاف انك تتضايقي. فايز لامتى انت وبابا وماما وحتى يسرح تضلكم تعاملوني هيك؟ كيف يعني؟ يعني ما بتعرف كيف. يلا ما بدي اعطلك، اكيد رح تتاخر. فاديه حبيبتي لا تحسسي، انت بتعرفي بحبك وحريص عليك. طريقه هالحب عم تخنقني، ما حدا فيكم قدران يحسسني اني انا كبرت، انه بقدر اعتمد على حالي ولو لمره واحده. هدي 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 فاديه، انا صحيح صار لي كم يوم مشغول بمشروع التخرج، بس وعد مني كلها يومين وراح نقعد ونحكي. يا ريت القصة بتنحل بالحكي يا فايز. لا هيك أنا راح أزعل. خير مين زعلان من مين؟ يلا بسرعة أحكوا مين من مين؟ هون عنا بالبيت ممنوع الزعل. فادي حبيبتي أكيد هذا مشروع المهندس هو اللي زعلك، ما أنت بس تحكي لي، احكي لي وشوفي شو راح أعمل. لك شو هاد؟ شو رشاش حكي أنت؟ سكوت، ماما بتقول اللي بده يفطر يتفضل. طيب روحي، هلا بنلحقك. فادي حبيبتي،
مثل ما قلت لك كلها يومين ورح نقعد مع بعض. ان شاء الله خير. شوفي يا سيدة ام جمال، انا راح اقول لك الحقيقه بدون زياده او نقصان. هذا اللي بدي اعرفه منك بالضبط يا دكتور. الحقيقه انه في شيء وما في شيء. شوي حزيره دكتور؟ لا مو حزيره، ما هي الحقيقه. يعني اللي بدي اقوله انه الحمد لله الان ما في خطوره، لكن في مؤشرات على خطوره. بعدها كمان حزيره. يعني لازم تريح حالك يا سيد ابو جمال. لأنه في عندك قابلية لإصابة قلبية. شو إصابة قلبية؟ والله دايماً بقول له ريح حالك والله. شو يعني؟ يعني ما لازم اشتغل؟ أنا ما قلت هيك، أنا قلت لازم تريح حالك مبدئياً. هلا من هون لعشر أيام لازم راحة تامة. بعدين بدك تنظيم مواعيد عملك، ويا ريت تشوفك قبل ما ترجع الشغل. شو الحكي دكتور؟ 10 ايام؟ طيب والمعرض والمصنع؟ البركه بالشباب. مظبوط، البركه بالشباب. شكرا دكتور، ممنونينك. في دواء معين لازم ياخذه بابا دكتور؟ فقط دواء واحد عباره عن منظم للضغط وللنبض، حبه واحده باليوم بس.
مظبوط، البركة بالشباب. شكرا دكتور، ممنونينك. في دواء معين لازم ياخذه بابا دكتور؟ فقط دواء واحد، عبارة عن منظم للضغط وللنبض، حبة واحدة باليوم بس. فوزية، فوزية، نعم سيد جمال، اعملي لي قهوة. حاضر. فوزية. نعم. شو؟ وينهم أهلي؟ ماني سمع صوت. راحوا مع عمي أبو جمال على الدكتور. الدكتور؟ ليش خير شو في؟ عمي أبو جمال تعبان من امبارح. طيب، روحي أنت سوي القهوة. حاضر. مريض من امبارح؟ كأني سمعت هيك شيء. مين قال لي؟ مين قال لي؟ لا والله كأني سمعت هيك شيء. الحمد لله على السلامة عمو. الله يسلمك. شو خير؟ لمين القهوة هي؟ للسيد جمال. ها؟ وليش مستعجلك للقد؟ حرام، خلي نايم الكون دي مونتي كريستو، خليه يشبع نوم، لسه ما صارت الدنيا الظهر. بس هو فاق. فاق؟ الحمد لله، الله يبشرك بالخير، طمنتيني. بابا، شو قال الدكتور؟ إيمان، لا تبلشي علي مواعظ، شو قال الدكتور وشو حكى الدكتور؟ بس الدكتور كلامه واضح وصريح، قال بلا تعصيب وبلا نرفزة. وأنت أستاذ سامي، أستاذ أحمد شوقي، ما بدك تذكرني شو قال الدكتور؟ حاكم طول الطريق ما سمعنا صوتك. أنا رايح على غرفتي. اهدى يا أبو جمال، اهدى وما بيصير إلا مثل ما بدك. بحياته ما حيصير مثل ما بدي بهالبيت، ما رح يصير. بابا، إذا بتحب بساعدك بشي، يعني ممكن مر على المصنع أو المعرض. كنت بتمني اسمع هذا الكلام من غيرك يا بنتي. الله يرضى عليك، ما بدي منك شي. روحي خدي كتبك وروحي على جامعتك. الله يوفقك. يلا بابا يلا. حاضر. والله أولادك مناح، طول بالك بصيروا. بصيروا؟ أصلا أنا مالي إلا المعرض والمصنع، المعرض والمصنع وبس. هلو. لو قلت لي نادم، لو صرت لي خاتم، لو تبعد العشرة يا أخي. تفضل. مرحبا. أهلين ماما، كيفك؟ يعني أنت لأمتى بدك تضل على هالحالة هي؟ قال بابا كان مريض، خير شو بو؟ تركنا من موضوع بابا هلأ. شو بو الحلو معصب؟ اسمع، أنا عم بحكي جدها، ما عم بمزح. لا انت عن جد معصبه وما في بالعاده تحكي معي هيك. ايه طبعا، لانه يلي صار لابوك امبارح صحاني، خلاني فتح عيوني على حقيقه صعبه نحن عم نعيشها بهالبيت وبالذات انت. كالعاده يعني لفت لصة ووقفت عندي. هلا انت مبسوط على حالتك هي؟ ليش انا شو عم ساوي؟ والله ما بعرف، لا دراسه كملت ولا شغل مع ابوك قبلان تشتغل، وما في الا على هاتي بدي صلح السياره، هاتي بدي اسهر مع رفقاتي، هاتي ما بعرف لوين بدي روح. هي علينا، هلا عايليني بهالكامورش اللي عم تعطيني اياهم. امي روحي شوفي رفقاتي شلون عم يصرفوا. ايه طبعا، بس عم يشتغلوا. ايه لا مو صحيح، ما حدا فيهم عم يشتغل، بعدين لاحقين على الشغل. لك يا جمال يا حبيبي، ابوك مريض، أبوك تعبان، واليوم الدكتور قال لازم لازم يرتاح. يرتاح؟ أمي، أبي هو اللي متعب حاله. بالله شو؟ والمصنع والمعرض مين بده يديرهم؟ الموظفين والعمال اللي عند أبي شو عم بيساووا؟ ولك هذا مالكم، رزقكم إلكم. شفتي؟ أنت قلتيها، مالكم ورزقكم وإلكم.
يعني له مصنعي الخاص ولا مالي. يعني ما في نتيجة من الحكي معك؟ أنت أمري، أمري يا أحلى أم، وأنا جاهز لتنفيذ كل طلباتك. لك خذ الأمور جد، أنا بدي إياك توقف مع أبوك وتدير بالك على شغله. إن شاء الله. إمتى؟ خلاص قلت لك إن شاء الله عن قريب. عن إذنك أمي. لوين؟ عندي شغلة مع واحد رفيقي ضرورية كتير. ها وما قلت له روح شوف بابا؟ صلي ساعة عم قل لك كيفه بابا، شبه بابا، وانت ما عم تردي علي. طبعا رح شوفه. ايه روح يلا روح. الله يصبرني. ولك شو هاد؟ لك شو هاد؟ فوزية فوزية تعال اطفي هالاوضة الزفت. ممتاز ممتاز كثير يا ايمن. في مجموعه استخلاصات مهمه، لكن باعتقادي انه بعد في حاجه لاستكمال الفكره الاساسيه عن الفرق بين التعويض في استخدام الحواس وبين قدره المكفوفين في انشطه متميزه. شو كانك مو معي؟ ها لا ابدا دكتور. شاعر كانك مو مرتاح. في شيء مشاكل البحث؟ ابدا ما في شيء، بس بابا كان تعبان شوي امبارح. خير ان شاء الله، سلامته. كنت عم الفت نظرك لفكرة التعويض. بالمناسبة شفتي فادية؟ أنا رحت زرتها بس ما شفتها، بس أبوها وعدني بلقاء قريب معها. على كل حال، حالة فادية رح تخدمك كثير، لأنها بتمثل النموذج الثاني مقابل سامي. أكيد، وأنا بتشكرك دكتور. سلامته البابا. أرجو أنك تخبريني بنتائج زيارتك لفادية، أنا متابع حالتها من زمان. حاضر، عن إذنك. أوكي. أي بابا، بعرف بعرف. شو بتعرفي يا بنتي؟ بابا أنت كأنك بتنسى أنه أنا عم بدرس علم اجتماع، وتقريباً بعرف شو يعني بحث دراسي، وما عندي مشكلة أني أقعد مع إيمان أو مع غيره. أي بابا، بس شايفك متوترة، خير في شي؟ لا بابا ما في شي، بس انت لو كنت واثق فيني شوي كنت خليتني اقعد مع ايمان وخليتها تشوفني اول ما اجيت. لك يا بنتي انا خايف عليكي، وما بدي اياكي تتعرضي لاي شيء يضايقك. بابا نحن حنرجع نناقش الموضوع وننتهي منه مثل كل مره. على كافه الاحوال انا ما عندي مشكله اني اشوف ايمان او حتى اقعد معها. انا نفسي اعرف شو اللي صار لكم. ساعه وانتم حاطين روسكم بروس بعض وقاعدين تتوتوتوا. اشوفي. اهلين ماما. عم نحكي عليك. يا لك بنتي مشان الله هلا بتصدق، وبعدين ما رح تتركني نام الليله لحتى اخترع شي قصه. دبر حالك ماما، كنا عم نحكي عليك. شو عم تحكوا علي؟ عود لشوف واحكي لي من اولها. الله يسامحك يا فاديه، ما رح تبطلي مقالب. على مهلك بابا، على مهلك. يا حسن بعت له يا ابني، بعت له ماشي الحال. هو عموما انا مسدد كل حساباته. انت مرق له هالطلبيه وماشي الحال، بعدين بنحكي. انا العموم يا ابني انا بكره ان شاء الله نازل على المصنع. اما عرض لا 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 تحول شيء. خلص بعدين انا بحكي معه. ماشي، الله معك، مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله، هلا هيك اللي بده يرتاح؟ صار لك أكثر من ساعتين ماسك لي هالتليفون ونازل حكي، كأنك بالمصنع. يعني شو بدك يعني أعمل؟ اترك شغلي وفوت حط راسي ونام؟ هذا الشغل بده متابعة، بده ملاحقة. مزبوط كلامك، ما قلنا شيء، بس يا أخي ضروري ترتاح.
شفته لجمال؟ شفته. الأفندي مر لعندي الصبح وقال لي صباح الخير يا بابا، سلامتك يا بابا، ودار ظهره مشي. آخ، هذا اللي طلع لي من ولادي. واحد نزعه الدلع والتاني نزعه أخوك يا أسعد. هلأ أخي نزعه لسامي؟ نزعه اللي نزعه. لا تناقشيني كتير، مالي قلب للمجادلة عند الصبح. طيب طول بالك، إن شاء الله بيصيروا. بيصيروا؟ إمتى؟ إمتى بدهم يصيروا يا أم جمال؟ إمتى؟ إمتى بدهم يحسوا بالمسؤولية؟ إمتى بدهم يشيلوا عني كتف؟ جمال أفندي ما بعرف عنه شيء، ما في غير فايت طالع وعلى هات هات هات، لا شغلة ولا عملة. والتاني سامي أفندي لحق للشعر والأدب وطق الحنك والكلام الفاضي، وبدحوش بأخوك يا أسعد. قال شو؟ قال عم يدرس لغة عربية. وين صارت هاي؟ بحياتي ما سمعتها. الحكي العربي صار بده دراسة؟ انت ليش هيك عم تضوج وتنفعل؟ نسيت شو قال الدكتور؟ لا ما نسيت. كأنه الشغل كبسة زر، انفعل لا تنفعل، انفعل لا تنفعل. أنا طالع على غرفتي ارتاح. شو اطبخ لك اليوم على الغداء؟ مو جاي على بالي شيء. اطبخي شو ما بدك، أصلا مالي نفس للأكل. طيب كلام الدكتور ما بده كل هالقلق. المشكلة مو بالكلام اللي حكاه الدكتور، أنا بعرف بابا منيح وبعرف شو سبب الأزمة اللي خلته هيك، وهذا اللي مخوفني يا خالد. قصدك علاقته بأخواتك يعني؟ تماما. والموضوع إذا ضل على حاله بابا حيضل هيك ورح يتأزم وتسوء حالته أكثر من هيك. طيب فيكي تلعبي دور مثل ما بيقولوا تقريب وجهات النظر؟ جمال ما بيسمع من حدا، وسامي بيعتبر إنه عذره معه. على كل حال أنا آسفة خالد، وجعت لك راسك بهالكل القصص. يا إمام ما تقولي هيك، أنت بتعرفي إنه أنا بتمنى تكون عندي فرصة واحدة بس لحتى أقدر ساعدك. هلأ أيمنا من هالموضوع؟ اللي وين صرت بالبحث؟ يا جمال اللي بسمع حكيك امبارح بقول بعمرك ما رح تيجي على البيت هون. ما بقدر يا اخي ما بقدر، بحبها وانت بتعرف شو معنى اني بحبها. لك هلكتني جمال، بحبها بحبها يا اخي، بتحبها اتزوجها وافتح لها بيت خلصني. بهالفترة عم بدرس هيك وضعي منيح، ان شاء الله بعدين بقرر. جمال بدي احكي معك شغلة بس ما تزعل مني. وليش لحتى ازعل منك؟ انت ما بتحب لا سهير ولا شيء، انت الظاهر انك عم تتسلى. منير هلا بربك اللي بده يتسلى بيكتب كتابه؟ عادي جدا، لانك ما قدرت توصل لسهير بالطريقه اللي بدك اياها، فاضطريت انك تكتب كتابك عليها. هلا هذا الحكي بنحكى بالشارع، امشي خلينا ندخل ونحكي جوا. لا معلش جمال خليني روح، بس حبيت زورهم لأنه من يوم ما ماتت إختي ما زرتهم غير مرتين. ما تنسى الليلة بتيجي على السهرة. خاطرك. مع السلامة. شو شايفتك اجيت؟ رح ضل واقف على الباب؟ تفضل. كيفك حجي؟ شو؟
ماني شايف حضرة المحامي نجوى. عم تتمسخر حضرتك؟ نجوى بالمدرسة، بعدين شو حكاية المحامي هاي؟ مو هي دائما بتدافع عنك وبتهاجمني؟ الأكل على النار بلا ما يحترق. يا غسان! وليش عم تنادي لغسان؟ مشان يقعد معك. هلا أنا جاي أقعد مع غسان؟ أهلا أستاذ رمان، وينك؟ أنت مثل القمر بتغيب بتغيب وبعدين بتطلع فجأة. شو سيد غسان؟ شو حبيبي؟ دائما بتحب تتفزلك؟ خذ خذ هاي 10 ليرات وروح اشتري شيء. يعني أنت هيك تقريبا بالمراحل الأخيرة للبحث؟ تقريبا، بيان علي جداول الاستخلاصات من بطاقات الاستبيان، وبهيك بكون ضمنت الماجستير بدرجة جيدة جدا. انت الثاني لبكت لي حالك بهالبحث، ايه حاسسته معقد كثير؟ قال شو تأثير برامج الأطفال المترجمة على تشكيل سلوك الطفل؟ ايه هي خرج أطروح الدكتوراه يا أستاذ. أيوه، على أساس إنه بحثك كان مانو معقد، لا وليسانس كمان مانو مثلي يعني. أنت بتعرف دوافع منيح. لك صحيح كيفو سامي؟ بجنة. سامي قصة يا خالد. أكيد متابعتك له كانت عامل مساعد. فيك تقول إنه سامي بالنسبة إلي عينة بحث أساسية، والمعايشة اليومية خلتني أقدر ألقط أدق التفاصيل بحالته والحالات المشابهة لها. يعني قدرتي تستخلصي فكرة أساسية حول الطاقات المميزة اللي مكفوفين؟ تقدر تقول هيك شيء. بس هي قصة معروفة، يعني عملية تعويض من خلال تدريب الحواس. القصة أعمق من هيك بكتير، ما فيك تعتمد على فكرة التعويض. واليوم بالذات كنت عم بحكي أنا والدكتور عبد الرحمن بنفس الموضوع. كيف يعني؟ هلأ خليني أخلص بالأول وبعدين بعطيك تقرأ البحث كله ومعه الاستنتاجات كمان. شوف جمال، أنا كل هالحكي ما عم يدخل براسي، وأنا بالمناسبة قررت من بكرة الصبح أني روح دور لي على شي شغلة أقدر أصرف فيها على أبي وإخواتي، يعني على الأقل ما ضل تحت رحمتك. شو؟ شايف الأمور متطورة معك كتير. لا متطورة ولا شيء، بس في أشياء كتير صعبة فهمها اللي مثلك. جمال أنت بتعرف إنه رب العالمين ما بيتخلى عن حدا، مشان هيك ما تفكر إنه هالكم ليرة اللي عم زدت لي إياهم أول كل شهر رح يصبروني على هالوضع. لا جمال، شوف جمال، أنا رح أعطيك آخر فرصة لحتى تحاول تغير شيء بحياتنا، وإلا يمكن تشوف مني شيء ما يعجبك. شو ست سهير؟ شايفك عم تحكي بثقة كبيرة وكأنك مانك شايفة حدا قدامك. اللي مثلك عمره ما بيتغير، حتى هالمسكين اللي قدامك مالك حاسب له أي حساب، عشان هيك عمره الله ما رح يوفقك. يسلم لي هالصوت يا ماما. لا لا تقلقي، بالعكس عم بتغطى منيح وباكل احسن من الاول. البركه باكلات خالتي ام فايز. على فكره هاي فايز عندي بتسلم عليك. سلم لي عليها. الله يسلمك. ايه ماما كل شيء زي ما بدك، ما ناقصني غير حركتك بالبيت. لا تفوت على السجاد، سكر الشباك، مليت البيت غبره. الله يخليك يا ماما. ماما اعطيني ابي. ايه مساء الخير بابا، كيفك؟ كيف الجو عندك؟ الجو طول عمره بالشام حلو عنا. والله يا بابا يمكن ما اقدر هاي الصيفية، انت عارف اخر سنة ومشروع تخرج. لا الدراسة زي ما بدك، بس عشان تكون زي ما بدك زي ما بدك معك لك شوية مصاري بحبيحها شغل شباب بابا. ايه يخلي لي اياك. سلم على اخواتي. ما بدي شيء. تسلم. باي باي.
شو؟ شو بلاقيك عم تضب اغراضك؟ لوين حبيبي؟ حاجة اليوم. لا شو حاجة ما حاجة، الله يخليك فايز، بدنا نخلص وانا شغل كثير. هلا لا تعيدها، لسه بكير ونحن قربنا نخلص. ها اصلا ما في حدا بفهم لك غيري، اكيد في شغلة هيك شغلت لك هالراس. لا شغلة ولا شيء، كل القصة ما فيها اني لازم اشوف فادية. فادية؟ ايه فادية، شو بك؟ لا ما في شيء بس خير. شو بك فادية؟ لا خير ان شاء الله، بس هي طلبت مني ان نقعد سوا. بخطرك. كنت مفكر انك انت اكثر انسان بيفهمني بهالعالم يا ايمان، بس للاسف طلعتي مثلك مثل التانيين، ما بتفهمي الامور الا مثل ما بدك. هلا هيك يا سامي؟ ايه هيك. طالما هيك عم تحكي خليني اقول لك على شغله، انت ما راح تبطل عادي قديمه عندك، يعني اذا ما حدا وافقك على رايك لازم هو اللي يكون على خطا. ما قلت لك صايرة مثلك مثل التانيين؟ هلأ إذا عم ناقشك بشكل منطقي وعم قلك إنه لازم نلاقي طريقة نقنع فيها بابا وإنك توقف معه وتسنده بكون مثل التانيين. حليلي هالمعادلة بقى، أنا وقت اللي بدكن عاجز ومسكين وتركوه بحاله، ووقت اللي بدكن لازم وقف وأسند أبي وبصير مهم. يا أخي أنت ليش بتفهم المسألة هيك؟ لأنها هي هيك. بعدين بدي لك شغلة تانية، أنا حددت خياراتي بهالدنيا، إذا كنتوا حاسين أني صرت عالي عليكم أنا مستعد أترك البيت وأعيش حياتي بعيد عنكم. هلأ أجينا بدنا نكحلها عميناها. ما هي عمية أصلا. أنا آسفة سامي، عن جد أنا آسفة. فادية أنا جيت اليوم مخصوص من شان أقعد معك وأسمعك، بس صار لي هلا ساعة كاملة مو فاهمان شي. هذا مو ذنبي. هلا رجعنا نميع المواضيع؟ صدقني ما في مشكلة، أنا بلاحظتك كنت متضايقة، هلا خلص مشي الحال، ما في شيء. إيه، كأني ما بعرفك. فادية، واضح إنك متضايقة كثير. يا سيدي، فرضنا قلت لك إيه، وقلت لك كمان شو اللي مضايقني، شو رح يتغير يعني؟ هلا يعني مو واثقة إني بقدر أساعدك؟ أكيد واثقة إنك بتقدر تساعدني. بس يا فايز القصة لا بإيدي ولا بإيدك، القصة عن بابا وكل نقاش معه هو رجعة جديدة لنقطة الصفر. فايز أنت الوحيد اللي بتعرف قديش أنا تعبت ودرست حتى نجحت بالبكالوريا، وكل نزلة من البيت قديش كانت تكلفني، بنفس الوقت قديش كانت بتعنيلي. بعدين شو اللي صار؟ حاسة حالي أني بدي خوض معركة جديدة حتى أقدر أطلع للحياة مرة تانية. انتو بطريقتكم هي اللي عم تعاملوني فيها، عم تخنقوني عم تهزموني، ولا حدا فيكم قدران يحسسني اني انا ممكن اعتمد على حالي. انا لسنين نسيت عجزي، كسرته هزمته وصرت اقوى منه، بس هلا حاسه حالي اني انا المهزومه وانا المكسوره. بس انا حكيت مع بابا. بعرف انك حكيت معه، بعرف شو قالك، صرت سمعانه وجهه نظره اكثر من 100 مره. بس انت بتعرف انه بحبك وبيخاف عليكي. بعرف اني انا تعبته كتير، بعرف اني انا سببت له ألم بحياته، هذا كله بعرفه، بس بدون هاي طريقة الحب اللي عم تخنقني اللي عم تموتني يا فايز، انا ما بدي اياها، ما بدي اشعر اني انا مهزومة. طيب فادية، انا راح ارجع احكي مع بابا. تعتقد انه في شي حيتغير؟ بنحاول يا فادية، بنحاول.
اتصلت إيمان وقال جاي بكرة. ما بعرف، عندي إحساس إنه هاللقاء بده يغير شي بحياتي. إن شاء الله للأحسن، إن شاء الله. يسلموا اليدين. وإيديك. يعني لو بترتاح لك كمان يومين مو أحسن؟ صلي أسبوع مرتاح، بعدين لازم لحق شغلي. الحمد لله أنا شايف حالي اليوم أحسن من الأول بكتير. إيه الحمد لله، بس لا تعب حالك وتعب الظهر كل ونام أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. أبو جمال؟ نعم. شو رأيك طالما صارت صحتك منيحة والحمد لله إنه نجمع هالولاد ونشوف شو بدنا نساوي؟ الولاد؟ أي ولاد يا أم جمال؟ أي ولاد؟ جمال اللي ما شفت خلقته بهالأسبوع إلا مرة أو مرتين يقول لي مرحبا بابا ويدير ظهره ويمشي. ولا السيد سامي اللي مفكر لي حاله رح يصير أمير الشعراء، طول النهار مسكر على حاله الباب وقاعد يا أما رايح لعند أخوك أسعد. بالظاهر الأفندية معتمدين على أختهم إيمان يلي يدوبة تلحق جامعتها ودروسها. اتصوري ما في واحد منهم كلف خاطره يسألني كيف الشغل ماشي بغيابي بالمصنع وبالمعرض. بس يا حبيبي يا أبو جمال هيك ما لازم يضلوا، بعدين منخسرهم. نخسرهم؟ ليش إمتى كنا ربحانينهم لحتى نخسرهم؟ اي خلص خلص خلص، روح على شغلك، الله معك، أنا بتصرف. نخسرهم قال. ما بكون زهير مرات له اياها. لك شو يضحك علي؟ رقبته بمساويها. ايه سيدي. لك هاي مضى اكثر من اسبوع، لا شفناه ولا شفنا طلت وشه البقية. والمصاري حضرته مغطرش عليهم. لا امبارح حكى معي تليفون، وقال انه ابوه مرضان، وقال اعطيه فرصة اليومين. بدك تدير بالك يا معلم. جمال مو قليل. شي ملعون تماما وانا بعرفه منيح. صحيح اهله بيعطوه شوية مصاري وبصرفوا عليه وبيدللوه، بس دير بالك ملعون كتير. لك مو مع زهير، مو مع زهير. انت بتعرف اللي بيلعب مع زهير شو بصير فيه، حتى وان كان نسيبك منير. وقتها كان عمره 5 سنين تقبر قلبي. والله يا بنتي لا كانت مريضة ولا فيها شي، هيك فجأة من رب العالمين. الحمد لله بالبداية تعذبت، يعني أول سنة، بس بعدين صارت تعتمد على حالها بكل شيء. بتصدقي يا إيمان، هي أرتب وحدة بهالبيت. بتحبي غير لك القهوة؟ لا شكرا خالي. لكان خليني جيب فنجان فواكه تبلوا قلبكم فيه. صدقيني ما في داعي تعذبي حالك. ولو تكرم عينك، أهلا وسهلا فيكي. اسمع يا سيدي، ثوب يشبه قلبك ومساء يتربع في عينيك، قمر يرسم على الخد إطلالة أولى يقول حكايته، حكايتك حكايتنا، حكاية ثوب يشبه قلبك ومساء يتربع في عينيك. إذا بدك الصراحة يعني حاسس إنه المعاني مو راكبة، العبارات مو راكبة على بعضها. شلون يعني؟ يعني فيك تقول إنه القصيدة ما فيها انسجام. إذا بدي رد عليك على آرائك النقدية السديدة يبقى منشر ولا قصيدة. إيه كمان مو كل 10 كلمات مصفوفين ورا بعض بنسميهم قصيدة. بتضلك حد بكل شيء. هلا إذا قلت لك انه القصيده لازم تكون مستوفيه لكل عناصرها الفنيه بتقول عني حد؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني قياسا للي بنتشر ولازم نكون جزء من الهبوط. يعني ما لازم نعطي للاشياء اصالتها، ولا خلاص بنقول هالموج عالي وخلينا نسوق مع السوق؟ لا لا لا، هذا الشيء ممكن ينطبق بشغلات تانية، بس بالشعر والابداع والفن لا. وبظن المساله مختلفه. خيو جننتني، صرنا ساعتين ما وصلنا لنتيجة ولا بظن انه راح نوصل. بطلت انشرها. ها لك ليش عم تشقى؟ ليش عم تشقى؟ بده شوية شغل وبيطلع منها. خلص مش الحال، سمعنا شي من عندك.
ما في شيء جديد، بس انت ليش هيك عملت؟ قلت لك خلص مش الحال، خلينا نحكي بشيء ثاني. شو اخبار ابوك؟ الحمد لله اليوم رجع على الشغل. وان شاء الله هيك يعني صرت انت وياه احسن. هي قصه طويله، بحس انه في حلقه مفقوده بيني وبينه. كل واحد فينا بيظن انه هو على حق. بس هلا ما في داعي للتوتر، الفحص قرب كثير. ايه صحيح، شلون استعدادك؟ عادي، بظن ما في مشكله. بايام بدي اجيب كم تسجيل لكم محاضره. قل لي شو هن وانا بامن لك اياهم. تسلم يا ابو حميد، تسلم. انا كثير ممنونه لتشجيعك الي انسة ايمان، بتمنى استفيد من اللي تعلمته. ومثل ما قلت لك انا كثير مهتمه بموضوع التكيف الاجتماعي. بالتعلم ولا بالتجربه؟ انا بعتقد انه القدره على التكيف من اعلى درجات الذكاء، انه الشخص الذكي هو اللي بيتكيف باي وضع بينحط فيه. مثل ما حكيت لك انه قصتي بلشت من زمان، انه وقت ما كانوا اهلي كثير حريصين علي وكثير بيخافوا علي، وحرصهم كان كثير بيخنقني. وحتى وقت ما كنت اصغر من هيك كانت امي بدها تطعميني. لوقت ما بلشت حسسهم انه ما في داعي لهذا الاهتمام الزايد، وبلشوا هن يحسوا بهذا الشيء. مرحبا. اهلين يسرى اختي الصغيره الانسه ايمان. تشرفنا انسه ايمان. وانا بالاكثر. بقدر اقعد؟ وعادتي. ايه شو كنت عم بقول؟ وقت ما بلشت حسسهم انه ما في داعي لهذا الاهتمام الزايد والحرص الزايد علي، بلشوا يشوفوا حركاتي. اول شي صاروا يتفاجئوا، احيانا كانوا يشجعوني، احيانا كانوا يخافوا علي. لكن التحدي الكبير كان هو اقناع ماما وبابا اني اكمل دراستي وفوت على الجامعة. هذا بالنسبة لفادية ما كان تحدي، بل كان معركة بحد ذاتها. بس واضح انك انتصرتي. نص انتصار، بس الانتصار الحقيقي لهلأ ما تحقق. البابا بيحبها كتير وبيخاف عليها. ايه بس انت ما رح تجربي النشاط خارج البيت لأول مرة. بس بابا رأيه انه الدراسة بالجامعة شيء والشغل شيء تاني. ولو انه شيء سابق لأوانه، بس يا ترى عمو ابو فايز بيقبل انك تساعديني ببعض الأبحاث؟ يا ريت يا ريت يا انسة ايمان. اخي فايز له التأثير الكبير على البابا، وبابا دايما بيسمع منه. شكرا خالي، بس ما كان في داعي تعذبي حالك. اهلا وسهلا فيك يا بنتي، ما في شيء من واجبك وقيمتك. مدام في شيء؟ لا ما في شيء. شو عم تساوي هلا؟ عم كمل شغلي بالمطبخ. روح الله يرضى عليك كمل. لا يمكن فوزية ما بتعملها. صار لها بهالبيت أكثر من 10 سنين، وبكل هالمدة ما فقدت شيء. بس كمان الشيطان شاطر، يعني معقولة تكون عملتها؟ امتى شفت العقد اخر مرة؟ ماني متذكرة. ليكون جمال، معقول؟ معقول ابني يسرقني؟ معقول؟ صحيح انا ما عاد اعطيته، بس كمان مو ناقصه شيء. جمال ما بيعملها. لازم ارجع ادور على مال، لازم. أكيد حأرجع أشوفك كتير فادية، بعتقد إنه صرنا رفقة. أتمنى أشوفك دائما أنسة إيمان. وأنا كمان أنسة إيمان، أتمنى أشوفك دائما.
ايديها يا بنتي، والله حبيتك من كل قلبي. وانا كمان خالي انفايز. يلا على اذنكم. مع السلامة. فايز ما قلت لي كيف فادية؟ شو قلت؟ شو بك ترشيت؟ عن جد شو قلت؟ عم بسألك كيف صارت فادية؟ منيح ماشي حالك. ايه الحمد لله، بس شفتك هداك اليوم قلقان علي. عكل حال مو مشكلة، شو ضايع عليك انت؟ لا ولا شيء، تقريبا راح اخلص. ايه معناته شدي لي حالك. برافو عليك اللي رجعت بكير، هيك بتتغدى على مهلك وبترتاح. والله شايف لك لازم ارجع على المصنع بعد الظهر لانه الشغل متراكم وبده متابعه. ايه لا لازم تنام بعد الظهر مثل ما قلت لك. ان شاء الله ان شاء الله. رويده خير؟ شايفك مالك على بعضك، في شيء؟ لا ابدا ما في شيء ابدا. اكيد ليكونوا الأولاد زعجينك. أعوذ بالله، مين بده يزعجني؟ أبدا أبدا ما في شيء. يلا رايح أحضر الغداء. فوزية فوزية أهلا وسهلا فيك. ما قلتي لي شو هي القصة الكبيرة اللي شغلتي؟ أنا من زمان حكيت لك عن ذاكرة أخي سامي، مو هيك؟ قلتي لي وقتها إنه هو بيحفظ أي شيء بيسمعه بسرعة. صحيح، وحكيت لك كمان قديش خالي أسعد بيحبه كتير، وقديش هو عنده اهتمامات للشعر، وهالشي خلى سامي يحفظ أبيات شعر كتيرة لدرجة إنه صار عنده اهتمامات بالأدب والشعر. ما بتتصور قديش؟ طيب لهلا كل شيء عادي. هلا أصبر علي شوي. طيب يلا تفضل. وقلت لك كمان قديش عنده طريقة مذهلة بجمع الأرقام. وافترضنا وقتها أنه هو متميز جدا وأنه بيصرف طاقة كمان ضخمة بالتركيز، بس للا ما فهمت وين المشكلة. المشكلة بالزيارة اللي عملتها اليوم لفادية، حكيت لك عنها، قال لي الدكتور عبد الرحمن زوره. ايوه شو المشكلة؟ المشكلة في بنية البحث كله. ما عم بفهم عليكي. مو معقول صاير خالد أنت؟ أنا بنيت الافتراضات في بحثي بالنسبة لحالة سامي على ركيزتين. أولاً إنه عنده حافظة متميزة، وثانياً إنه هو أقرب لحالة عبقرية ناتجة عن قوة التركيز على موضوع الأرقام. أيوة هلأ فهمت عليكي، لقيتي إنه فادية عندها نفس الحالة. بالضبط، رغم إنه فادية صارت مكفوفة ومن هي عمرها 5 سنين تقريباً، وطورت ذاكرة متميزة بسرعة شديدة، وعندها القدرة على القيام بحسابات معقدة. مصادفة مذهلة على فكرة. وهالمصادفة خربت كل استنتاجاتي عن الحالات الشبيهة بحالة فادية. أيوة، مشان هيك الدكتور عبد الرحمن وجهك لحتى تشوفيها. بجوز، بس أنا هلأ صرت بحاجة لعيد شغل كتير. لك شفتي مين المختار بحث معقد؟ هلا قاعد عم تتمسخر علي، نحن لازم نلاقي حل. شو بكي عصبتي؟ خلص طولي بالك انا بساعدك. لا معصبة ولا شيء، كنت مفكرة حالي اني خلصت. تاري مو كأني رجعت لنقطة الصفر. صرنا 2 لك.
فادية؟ نعم. فادية اسمك راي اليوم، اشرحي لي هالقصايد. قصايد شو؟ لك هلك مش شعر، والله ما عم افهم شي. لانك انتي ما بدك تفهميهم. هلا هذا اللي طلع معك؟ ايه، لانه لو بدك تفهميهم ما في اسهل منه. يلا، وشو سهلهم بقى؟ مساء الخير. مساء النور. اهلين ابو الفوز. شو؟ الحلو رايق اليوم؟ لانه كان في حلو تاني زايره. اكيد اجت ايمان. صح، كيف عرفت؟ انا ابو الفوز، كيف ما بدي اعرف؟ لك حوبي ماما بتكون قاتله. شفتي؟ هون الذكاء. ما شاء الله عنكم، كلكم بهالبيت اذكياء، كانه ما في غيري حوبي. المهم فادية، كيف لقيتيها لإيمان؟ كتير حبابة وظريفة. هذا أولاً وثانياً، أما ثالثاً فهي بتجنن. طيب ماما، أنت إمتى آخر مرة شفتي في العقد؟ يعني من 10 أيام، شهر، والله ما بتذكر. بس اليوم دورت عليه ما لقيته. أنا برأيي اسأل فوزية، هيك بطريقة غير مباشرة. بس يا ماما الظلم حرام. أنا ما رح أظلمها، رح أسألها هيك مجرد سؤال، بعدين بنشوف شو بدنا نساوي. أنا خايفة يكون جمال، مو هيك؟